بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في وجبه رمضانيه جميله جدا الترجي بيفوز على الصفاقسي 2-1 في البلاي اوف علشان يصعد لمباراه المنستيرلي في نهائي الدوري التونسي. انا بعتقد ان هو نهائي الدوري التونسي لان شغال دلوقتي البلاي اوف، وامبارح الافريقي خسر من المنستيري، والنهارده الترجي بيكسب الصفاقسي. الترجي النهارده بتشكيله اغلبها كده مطالب جماهيريه. والله مطالب جماهيريه، يعني كان في مطالب جماهيريه بان بدران محتاج يريح على الدكه، ريح على الدكه. مطالب جماهيريه المعز بن شريفيه محتاج يريح على الدكه، المعز النهارده ريح على الدكه وبدا بالحارس الدبشي اللي الجمهور كله كان عمال يقول له احنا محتاجين صبر الدبشي، محتاجين الدبشي يكون موجود في حراسه المرمى. النهارده لجأ لشمام بجانب توجاي والياس شتي ورائد الفادع على الاطراف ومحمد علي بن رمضان وكولوبالي والشعلالي، اللعيبه اللي ما حدش يقدر يتكلم عليها اذا كان غيلان او شعلاني، اذا كان غيلان الشعلاني او كولوبالي او محمد علي بن رمضان، ثلاثه نص الملعب ما حدش يقدر يتكلم عليه وما حدش يقدر يطالب ان هو يتم تغيير واحد بس في نص الملعب، لان نص الملعب ده هو حرفيا افضل حاجه في الترجي. نص الملعب القوي جدا في الترجي هو اللي بيكون مؤثر على مجرى المباريات، وهو اللي بيعرف يتحكم للترجي في رتمه وايقاع الملعب، وقد كان النهارده قدام الصفاقسي. اوالا وادو وراشد العرفاوي، راشد العرفاوي اعتقد انه يعني النهارده كانت بدايه بيه مفاجاه، لان الناس كلها كانت منتظره اعتقد الهوني في ظل الاصابه اللي تعرض ليها، في ظل الاصابه اللي تعرض ليها بوغرين. معلش بقى، فسيرهم بقى كل سنه وانت طيب. الناحيه الثانيه فرقه السيد نبيل الكوكي، ايمن دحمان، غرام، نصراوي، دجوج، بن علي، حمرون، همامي، كمارة، الحرزي، ديكيتي. وديكيتي ده جات له كره خطيره قوي من غلطه من دفاع الترجي، بس طلعها بره الراجل اللي هو الله الله عليك يا عم ديكيتي، تعرف انت بيت ستاو تقريبا. الناحيه الثانيه ترجي محمد علي بن رمضان، هفضل اقول لك ان محمد علي بن رمضان شايل الموسم على كتف للامانه. هفضل اقول لك حاجه في الترجي، نص الملعب شايل الموسم، نص الملعب هو اللي شايل الموسم. محمد علي بن رمضان بيقدر يسجل ضربه جزاء. بص، ضربه الجزاء دي ممكن تتعاد عادي لان لعيبه الترجي دخلت منطقه الجزاء، بس مش مهم، المهم ان الفار بقى موجود، والمهم ان الترجي النهارده اتحسب له اول ضربه جزاء في الموسم. محمد علي بن رمضان بيخش بيسجل الهدف الاول. بعد كده المباراه بتبقى سجال ما بين الترجي وما بين الصفاقسي اللي بيطلع يهاجم، لان الصفاقسي كان نازل يلعب زون دفاعي بيعتمد على الهجمات المرتده عن طريق سرعات القراوي والحزري ودياكيتي، كان بيعتمد على السرعات بالنسبه للاعيبه اللي في خط الهجوم، انما نص الملعب همامي او كمارة او حمرون بيعملوا ادوار اقرب لادوار دفاعيه فقط علشان خاطر هم بيلعبوا على الهجمات المرتده فقط قدام الترجي. فلما الترجي يسجل الهدف الاول خلاص التحرر الهجومي بقى يظهر، ولا ضربه الجزاء مش هرجع تاني اقول لك لا احنا رجعنا للفار ضربه الجزاء، بس هم طالعين بيهاجموا كده. الصفاقسي قدر ان هو يسجل عن طريق اسماعيل دياكيتي، اسماعيل دياكيتي بيقدر ان هو ينهي من خطا دفاعي للاعيبه الترجي بيقعوا فيه للمره ال 500، عمق ملعب الترجي مش موجود وضايع، بيحطها في مرمى الدبشي اللي قدم مباراه مقبوله جدا بالنسبه لحارس مرمى، اول مباراه ليه هتكون في البلاي اوف. بصراحة يعني تحية كبيرة جدا للدبشي على المباراة وعلى الثقة وعلى الثبات اللي كان عليه النهاردة، لأن المباراة كانت صعبة جدا وبتلعب الصفاق، فالدنيا بالنسبة لدبشي ما كانتش مظبوطة جدا، فبصراحة الولد كان قدها ودود. ولد معرفش سنه للأمانة. شفنا بعدها بعد الهدف الأول كالعادة يعني فرقة السيد نبيل الكوكي رجعت إن هي تعمل أدوار دفاعية، وشفنا الترجي طبعا وفرقة نبيل الكوكي عاملة أدوار دفاعية الشوط الثاني، الترجي بيعاني معاناة عاملة إزاي. لحد ما الترجي ما بيقدر ينهيها عن طريق القاضيه، ممكن محمد بن حميده بيقدر ان هو ينهي الهدف الثاني للترجي في الدقيقه 84. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابني ريحه قفشه والجمال؟ هي القاضيه ممكن، هي ابوها القاضيه ممكن، القاضيه ممكن اللي خلت الترجي ودته للمباراه النهائيه علشان يقابل الاتحاد المنستيرلي، وسط الكلام الكتير جدا حوالين اقاله رادل الجعيدي، وسط الكلام الكتير حوالين ان رادل الجعيدي لم يعد مناسبا لافكار وطموح جمهور الترجي التونسي. الترجي التونسي كان محتاج المباراه دي جدا، الترجي كان محتاج المباراه دي جدا جدا جدا. والاهم ان فرقه الترجي عرفت تطلع كسبانه النهارده. المكسب مهم؟ طبعا المكسب مهم. الجمهور بيفرق جوه الملعب؟ طبعا الجمهور بيفرق جوه الملعب. واللي ما شافش النهارده جمهور الترجي كان عامل ازاي جوه الملعب، فعايز اقول لك ان فاتك كتير للامانه. جمهور الترجي اللي اعتقد ان هو ظلم الترجي بغيابه عن مباريات دوري ابطال افريقيا، لان جمهور الترجي لو كان في الملعب هقول لك ثاني وثالث ورابع الوضع كان ممكن يختلف كتير جدا قدام فرقه افاق سطيف. بس مش مهم، دوري ابطال افريقيا خلصت والدوري بقى هو المهم. بصراحه لو مش متابع ماتشات الدوري التونسي او البلاي اوف فانا بدعوك لمشاهده مباراه الترجي واتحاد المنستيرلي، وبالمناسبه هتكون مباراه جميله جدا ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايي للملخص بتاع المباراه
ورايك انت احترم برضو. انا شفت الملخص بتاع المباراه للاسف، ما شفتش المباراه، اتفاجئت ان الماتش كان ساعه من الدور في رمضان بصراحه.